بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهر تسرع بي إلى الحوض وتسوفني بالتوبة إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا
مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما تسرها طامحا. إلهي لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغتي حكمتك ونفاذي مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكلي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.